السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنخدم معكم تمارين 150 و151 من مقرر ديال السنة الخامسة ابتدائي إن شاء الله. نبداو بالنص لي فامي دو سون جوبسيرف اي جو ديكوفر بليزيور سيتوان ماروكان دكتور انفيرمي بومبي اي سولدات ان بارتيسيبي ا لاكسيون دو سوليداريتي envers les habitants d'Al-Husseima après le 6e et sont apportés en efficace au sinistre de la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricot en laine, manteau et pantalon ont été distribués. Sous Al-Awal, relève tous les mots qui ont un lien par le son avec le mot en couleur. السؤال الاول طالبين منا اننا نرجعوا النص ونشوفوا الكلمات اللي ملونين. غنلقاو بان الكلمه الملونه هي فيتمون كتعني الملابس، وبالتالي غنكتبوا انواع الملابس اللي هي تريكو اون لين مونطون اي بونطالون. السؤال الثاني ميديكامون اي تامون ايتيكيت سو سومون ايتيكيت اون بو ريغروبي لي ديمون كوم سيرو كومبريمي سوبوزيتوار بوماد الى اخره. فهاد السؤال هذا شرح لنا الدواء وطالبين منا غوليف دون لو تيكست ان اوترومون ايتيكيت، طالبين منا الكلمه التي تدل على هاد الكلمات هما لا فيوند لي جيم فروي لي. الى رجعنا النص اخواتي غلقاو بان الكلمه التي تدل على هذه الكلمات هي لا نوريتير. لا نوريتير اللي كتعني بالعربيه الطعام، ايضا غنكتبوا لا نوريتير كوم لا فيوند لي ليغيم اي لي فروي اي لي فروي. وفي السؤال الثالث غنكتب غنقراو السؤال غوليف دون لو تيكست دي مون كي تي بو ميتر سو لو مون ايتيكيت دو ميتي. يعني هنا في هذا السؤال عطينا نجبدوا من النص الكلمه التي تدل على هذه الكلمه ميتي، كلمات التي يدل على هذه الكلمه اللي هي دكتور انفيرمي بومبي اي سولدات. في السؤال الرابع اخواتي غنلقاو غنقراو السؤال غوتروف لانترو دون شاك دو سي ليست كريلو. يعني هنا قال لنا جبدوا الكلمه اللي داخله على الكلمات كلهم اللي هي لو بلو روج نوار بلون سولاي. نكتبوا لو بلو لو روج لو نوار لو سولاي. بي orange l'orange pomme le règle le banane l'apricot robe pantalon table shorts manteau le robe le pantalon le manteau. سؤال خامس reconstitue les deux familles de sons. يعني غنرتبوا هاد الكلمات اللي عطينا حسب المعاني اللي عندهم نفس العائله، بحال مثلا هنا تشيز اللي هي الكرسي، طابل لي الطابله، بيرو لي هو البيرو يعني المكتب، هادو كلهم عندهم نفس العائله. هنا غنديرو تي كافي لي جو دورانج او، يعني هادو عندهم نفس العائله. السؤال السادس تروفي لو مون ايتيكيت كوريسبوندون ا شاك فامي دو سون اي كرولو. يعني هنا طالبين منا الكلمه اللي تدل على الكلمات اربعه كاروت بوافون كوم دو تير pomme de terre وانيون. يعني الكلمه اللي تدل عليهم كاملين هي لي ليغيم. وهنا بالون كوردا سوتي بوبي اورو امبيليش، الكلمه اللي تدل على الكلمات هي لي جو روز جاسمين كوكي لو كوت تيليب، الكلمه اللي تدل على الكلمات كاملين هي لي بلون هما النباتات. السؤال السابع والاخير طالبين لنا نقراو السؤال كومبليت شاك فامي دو سون افيك 3 موا، يعني افيك 3 مو ثلاثه الكلمات. يعني هنا طالبين منا اننا نعطيو امثله اخرين بحال مثلا هما في اواني المطبخ يعني استونسيبل دو كويزين، عطينا مثال كاسرول. هنا غنزيدو شي امثله اخرين عندنا بحال مثلا كريش كوكوت مينيس بول افيور بول افيور يعني ابريق مقلات حلاك بيجو اليوم المجوهرات. غنزيدو حنا مثل من عندنا هما عطينا مثل بوكل دوغي، حنا زدنا انو كولي
حاصلي انو هو الخاتم كولي هو طوق حاصلي هو السوار. وهنا عطينا بواسون يعني الشراب عطينا باغ اكزومبل او. هنا نزيدو امثله اخرى من عندنا جيس دورانج مثلا لا سوب لولي. وبالتالي اخواتي غنكونو انتهينا من التمارين ديال الصفحه 150 151 من هذا المقرر. وما تنساوش تابونوا معنا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الدروس القادمه ان شاء الله. الله في الفيديو القادم غنشرح لكم تمارين الصفحه 152 و 153.